قشور دافئة، قلب دافئ، وبقية جنون مخبأ بشكل جيد يفترس نفسه في الجمجمة. كيف يمكن للمرء وصف هذه العملية الجراحية للروح؟ أصوات فوق المدينة ما أن تطأ الشارع، كل خطوة هي سرقة للحب، لبرهة وستصبح بعيدة عن المنشأ. ألا تعود كلمة بعد أن تتناسب مع الألم؟ هل على خطأ أنا؟ أم أنها المدينة غيرت وجهها؟ تكلم، تكلم أيها الإنسان المرعوب، تكلم.